صباح النور، مرحبا بكل مشاهدين. نحن تو مباشرة من ولاية بيجة. نعرف اللي قطاع التعليم اليوم يعيش اضراب في كامل المؤسسات التربوية، يعني جميع القطاعات اليوم في اضراب، يعني ما عدا موظفي التربية اللي تراجعوا في اخر ساعات عن قرار الاضراب العام في المؤسسات التربوية. اكثر التفاصيل ناخذوها مع سي مراد الورهاني، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببيجة. صباح النور سي مراد. صباح النور، مرحبا. الاضراب اليوم ناجح مش ناجح، اكثر تفاصيل وشنو اللي صار البارح في الليل؟ حقيقه فما الناس تحكي على تراجع مش تراجع، شنو اللي صار بالضبط؟ الأصل في الأشياء هو إضراب موحد، كان حتميا وضروريا أن نتخذ أسلاك التربية باعتبار أن المعركة هي واحدة والفضاء فضاء واحد، وهذا ما اتفقت عليه أسلاك التربية أول أمس في علاقة بحجم الاعتداءات وتواصل. إذا استهتار إذا سلطة الإشراف بما يحدث داخل الفضاء التربوي، وعليه إذا توحدت أسلاك التربية في قرار اتخاذ يوم أو في اتخاذ قرار الإضراب بيوم اللي هو اليوم يوم الجمعة. بالنسبة إلى الإضراب إلى حد الآن ناجح بنسبة عالية جدا. بالنسبة إلينا لا يعنينا من انسحب، من وافق وذهب في التمشي بداية ثم تراجع فيما بعد، هذا لا يعنينا. المهم بالنسبة إلينا ثمة أسلاك، ثمة قطاعات واعية بحجم الخطورة التي تمر بها مؤسساتنا التربوية والتي تمر بها منظومتنا إذا التربوية، وعليه كان إقرار هذا الإضراب. اليوم يعني بتواصلكم مع الهيكل الإضراب نجح في ولاية بيجة بنسبة 50؟ أمر طبيعي، لا نشك في هذا أن إضرابنا سيكون ناجح بنسبة عالية جدا باعتبار حقيقة إذا مطالبنا. وهنا نؤكد مرة أخرى أن إصلاح المنظومة التربوية هو الأساس، وأن المطلب الأساسي بالنسبة إلينا وما جمعنا مع أسلاك التربية الأخرى مع أشقائنا في هذه الأسلاك إذن هو وعي تام بأن هذه المنظومة التربوية أصبحت متهالكة، أصبحت بلا جدوى، وعلى هذا الأساس إذن دقينا ناقوس الخطر ورفعنا نرفع أصواتنا عاليا في اتجاه التأكيد على هذا الأمر، أن فضائنا التربوي أصبح مريضا وأصبح عاجزا عن أداء مهامه، وعلى المجموعة الوطنية وعلى كل الأطراف المتداخلة في هذه المنظومة التربوية أن تعي جيدا بأننا أصبحنا في خطر داهم. بقطع النظر على الاعتداء اللي صار على زميلنا، بالمناسبة إذا نتمنى له الشفاء، الخطر داهم والخطر كبير، وعلى هذا الأساس بطبيعة الحال لابد أن يلتف الجميع حول وضع ملف التربية والتعليم في تونس على طاولة المفاوضات، على طاولة النقاش، ولعل في هذا عندنا هيدرية بالنسبة لقطاع التعليم الثانوي نهار الاثنين الجاي، أكيد جدا باش تكون من محاورها بطبيعة الحال ما هو عام على شاكلة ما من أجله نأخذ هذا الإضراب اللي هو وضع المنظومة التربوية ووضع المؤسسة التربوية، وما هو قطاعي بطبيعة الحال ثمة مطالب قطاعية، ثمة جزء من اتفاقيات لم ينفذ، ثم لائحة مهنية صادرة على مؤتمر القطاع 2019 لم يقع النظر فيها إلى حد الآن. أكيد باش تكون هيئة إدارية إذا بمحتوى دسم، بمحتوى كبير، ضروري أنه قطاع التعليم الثانوي يكون له موقف ويكون له رأي ويتخذ ما يستوجب من إجراءات في علاقة بجملة ما سيعرض على الهيئة الإدارية.